السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني على الصفار من قناة يوميان صيدلاني. رايد من عندكم الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة، وأي شيء تحتاجونه من عندي بالقناة وتطلبونه من عندي أنا أقدر أساعدكم بحياتي. اليوم راح نبلش بموضوع ثاني اللي هو موضوع البايوتين. البايوتين شنو البايوتين؟ والمن نستفاد من عنده؟ وشنو المصدر؟ والشيء الثاني وين البايوتين؟ هو البانتوفيل. عندنا اليوم موضوعين، البانتوفيل والبايوتين. راح نبدا نشرح على البايوتين، وبعدين نشرح على البايوتين البانتوفيل وشنو فائدته للشعر. زين، اول شيء واحد يسال يقول شنو هو البايوتين؟ البايوتين هو من الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الماء، يعني هو يعتبر من عائلة فيتامين بي. زين، نقص هذا الفيتامين بالجسم راح يسبب تساقط بالشعر أول شيء. ثاني شيء راح يسبب ضعف الأظافر، يعني الناس اللي يصير عندهم تساقط بالشعر، الناس اللي يصير عندهم ضعف بالأظافر، هذا بسبب نقص البايوتين اللي هو عبارة عن فيتامين موجود بالجسم. زين، احنا احتياجاتنا اليومية من البايوتين مين حصلها؟ يعني أكثر الناس يحصلون الاحتياجات اليومية هي من الوجبات الغذائية اللي يأخذوها على مدار الساعة، اللي هو الريوق، الغداء والعشاء. زين، الناس اللي يصير عندهم نقص شلون يعوضون هذا النقص؟ يأخذون حبوب البايوتين. البايوتين بقوتين، القوة الأولى هي عبارة عن 5000، والقوة الثانية اللي هي 10000. زين، شخص صار عنده تساقط بالشعر، الأظافر مالته ما تنمو، البشرة مالته تعبانة، راح مثلا عند دكتور قال له أنا عندي نقص بمادة البايوتين، يريد يعوض نقص هاي المادة. راح حسب الدكتور يكتب له يا أما قوة 5000 يا أما قوة 10000، أو يأخذها من أي صيدلية يقول له أنه أنا عندي نقص بمادة البايوتين، وهو يراوي التحاليل للصيدلاني، والصيدلاني هو اللي يعطي البايوتين. زين، احنا نريد نعرف أنه هذا المنتج إذا أخذناش راح يسوي هذا المنتج اللي ياخذه، راح اول شيء راح يعزز صحة الشعر مال شخص، ويطيل مزيد من الكثافة، ويطيل مزيد من الطول. وايضا هذا المنتج يعمل على علاج البشرة وعلاج الاظافر. شلون يشتغل؟ راح يحول الغذاء الى طاقة يستخدمها لتعويض النقص في الشعر والاظافر. زين، هو هذا مين يتكون؟ يتكون منتج البايوتين من السيلوز الدقيق التبلور، وحمض الستريك، وثنائي أكسيد السيليكون، ويحتوي على مثل وسيلوز وصمغ السيلوز والجليسرين. هذه البايوتين ما تحتوي على أي مواد صبغية أو أي مواد حافظة. السعر مالته مال البايوتين يختلف من منطقة لمنطقة حسب تسعيرة مالته، أو حسب السعر مالته الموجود بالمداخر، وموجود بالصيدليات، أو موجود بأي مكان. أما الصيدلية اللي أنا متواجد بها حاليا سعرها هو 35 ألف. وحسب استخدام الشخص، إذا شاف عنده نقص بمادة البايوتين لازم يستخدم أحد المكملات الغذائية. المادة الثانية اللي هي البانتوفيل، إلى المنتج الثاني اللي هو البانتوفيل. البانتوفيل اللي هو يعتبر فيتامين مقوي للشعر. الدراسات على هذا المنتج تقول هو عبارة عن مركبات طبيعية وأعشاب تساعد في علاج تساقط الشعر. زين، شلون استخدمه؟ هنا ايش قايل لك؟ هو قايل لك استعمال مالته يستعمل كل يوم، ويفضل بعد غسل الرأس حيث تدلك فروة الرأس بلطف حتى يصل إلى الجذر الشعر ليغذيه، ثم يمشط الشعر كالعادة ويترك ليجف. زين، هسه أنا راح أشرح لكم إياها صورة موضحة. شون يعني؟ أقول أول شيء تبدأ تدليك فروة الرأس بالأطراف مال أصابع مالتك باستدارة، تدلكها باستدارة حتى تنشط الدورة الدموية مالتك، وبعدين تدلك فروة الرأس. يعني يفيدك كل شواي إذا كان شعرك دهني أو شعرك جاف. يعني جبت البانثوفيل اللي هو عبارة عن سبري، بخيت من عدة 4 بخات أو 5 بخات، بديت تدليك فروة الرأس. من تخلص ودلكت فروة الرأس، تجيب الفرشات اللي عندك وتبدأ بتسريح شعرك مرتين أو أكثر، يعني تستخدمه يا أما مرتين أو أكثر يوميا،
راح يساعد بتقوية شعرك. الشيء الأول. الشيء الثاني، هذا البخاخ من تريد قطعة لازم تقطعة بالتدريج، يعني مو مثلا خليت اليوم وباكر وبعدها وقطعته شهر ورجعت له، هيك راح يسبب عندك تساقط. لازم تقطعه بشكل تدريجي، وراح تلاحظ الفرق مالته اول اسبوع او اسبوعين راح يقلل من تساقط الشعر عندك. هذا المنتج الثاني اللي قلناه هو البايوتين. انا كنصيحه مني انطيكم اياها حتى تحافظ على شعرك وتحافظ على الاظافر مالتك والبشره، اول شيء لازم تبتعد عن القلق النفسي والتوتر العصبي، لان هو هذا العدو الاول لصحه شعرك وجمالك. والشعر مالتك تتجنب تغسله بالماء الحار، لان الماء الحار راح يفقد الليونه مالته وراح يفقد البريق مالته. ولا تنسونا بالاشتراك وبالقناه وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله يوميا نشرح عن منتج او منتجين ان شاء الله. وياكم صيدلاني على الصفار، تحياتي.